إن المدرسة العليا الحربية تشكل بحق قطبا تكوينيا وتعليميا رفيع المستوى يؤمن لقواتنا المسلحة الاستفادة من نخبة عسكرية مؤهلة تأهيلا عاليا تكون في مستوى تطلعات جيشنا وفي مستوى المهام الجليلة المنوطة به، لا سيما ونحن نعيش في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات مستجدة ومعقدة، وكذا تهديدات هجينة تستهدف أمن الدول واستقرارها السياسي وتجانسها المجتمعي وتنميتها بكل أبعادها وقطاعاتها. فمن أهم الأهداف الكبرى والمستقبلية المراد تحقيقها من خلال بلوغ منظوماتنا التكوينية العسكرية أهدافها المرجوة هو ربح رهان الجودة بكل ما يحمله هذا المفهوم من معاني ودلالات وأبعاد. هذا الرهان الذي أصبح متطلباً يستوجبه التوافق التام والسليم مع مقتضيات الاحترافية، لأنه أصبح حتمياً لا منص منها في سبيل مسايرة وتيرة التطور المتسارع الذي تعرفه العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية، بما يكفل التحذير المميز لنخبنا العسكرية.